أصدر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين مساء الخميس أول تعليق على ادعاءات اختراق ولي العهد السعودي هاتف المدير التنفيذي لشركة أمازون وصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية جيف بيزوس. وقال مينوتشين في تصريحات نقلتها شبكة سي إن بي سي الأمريكية ونقلتها وكالة رويترز: أطالب المديرين التنفيذيين للشركة الأمريكية ضرورة مواصلة العمل مع السعودية وعدم التأثر بتلك التقارير التي تتحدث عن ضلوع المملكة في اختراق هاتف جيف بيزوس. وتابع قائلا: قطعا لدينا أعمال كثيرة مع السعودية ولا ينبغي ألا تتأثر تلك التقارير. ورفض الوزير الأمريكي التعليق بشكل نهائي على تلك التقارير، وإذا ما كانت الإدارة الأمريكية ستتحرك لفتح تحقيق تلك الادعاءات. وكان خبراء تابعون للأمم المتحدة قد طلبوا بالتحقيق في الادعاءات التي تتحدث عن تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اختراق هاتف مالك أمازون وصحيفة الواشنطن بوست. وأشار الخبراء إلى أنهم اطلعوا على البيانات التي تدعي أنه تم اختراق هاتف بيزوس عقب تلقيه ملفا تم إرساله عبر حساب الواتساب الخاص بولي العهد. وقال الخبراء: لدينا معلومات تشير بتورط محتمل لولي العهد السعودي في اختراق هاتف جيف بيزوس. وصدر البيان بصورة مشتركة من مكتب أغينيس كالامارد المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنية بعملية القتل خارج نطاق القضاء، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير ديفيد كاي. ونفت السفارة السعودية في واشنطن في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر في وقت سابق من الأربعاء المزاعم التي ذكرتها التقارير وخصوصا صحيفة الغارديان حول تجسس المملكة على هاتف مؤسس شركة أمازون بعد أن تم اختراق هاتفه برسالة أرسلت من قبل ولي العهد. وطلبت السعودية بإجراء التحقيقات لكشف الحقائق. وقالت السفارة السعودية على حسابها على تويتر: التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة تقف وراء اختراق هاتف السيد جيف بيزوس أمر سخيف. كما قال وزير الخارجية السعودي: المزاعم باختراق ولي العهد لهاتف بيزوس رئيس أمازون سخيفة. وقال في مقابلة مع رويترز في دافوس: أعتقد أن كلمة منافية للعقل هي الوصف الدقيق. وأضاف: فكرة أن ولي العهد يخترق هاتف جيف بيزوس فكرة سخيفة بالتأكيد. وذكر أن المملكة ستحقق في الأمر إذا تم تقديم أدلة تدعم تلك المزاعم. هذا وقد رد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير مساء اليوم بكلمتين على الادعاءات التي تتحدث عن تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اختراق هاتف المدير التنفيذي لشركة أمازون وصحيفة الواشنطن بوست. وقال الجبير في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي الأمريكية على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس عن تلك الادعاءات كذبة تامة. ثم تبع الوزير السعودي بعد سؤال من المراسلة هادلي غامبل: هذا هراء تافه، تلك القصة انتهت منذ عام تقريبا. واستمر الجبير بقوله: في السابق تم فتح وكشف كل تلك الادعاءات، كل تلك القضية قائمة على ادعاءات كاذبة وغير مثبتة، ويحاول أشخاص إثارة أمور لا يمكن وصفها إلا بالخيال الخاص.